وقبل ما اروح من هون في شيء واحد بس مضايقني، ما قدرت انقذ هالبيت من انه ينخرب بهالطريقه، لانه ما كان عندي الوقت الكافي ابدا. بعرف انه ما عندي الحق اصلا، بس بالرغم من هيك انا رح ضل ادعي لربي من كل قلبي انه يا رب تحمي اهل هالبيت كلهم وتسعدهم على طول. اسفي عواطفي فاضت زياده. استنى لا تشربون، اكيد هلا بيكونوا بردوا. رح اعمل لك شاي جديد بس شوي وبرجع. لما بعطيكي مكان تسكني فيه او بدخلك على المستشفى لما بتمرضي وبهتم فيكي، وقتها ما بيكون في اي نوايا انانيه من جهتي او من جهه عيلتي. كنا تصرفنا نفس الشيء مع حدا غيرك، وهالتصرف هاد كله من وجهه نظر انسانيه. يعني قصدك انه كل شيء اتهمتك فيه كان غلط ما هيك؟ بدك تقولي لي وتقنعيني هلا انه انت بعمرك ما تمنيتي اني اتزوج لعمك؟ لا انا كنت عم دور على حمايه فيكي انت، وما رح انكر هذا الشيء. حسيت انه ربي هو اللي خلاني التقي فيكي، بس لا تفكري للحظه اني انا اخذتك مشان مصلحه وبس. أنا كنت رح أحكي معك بشكل واضح وصريح، بس كنت بحاجة لإجابات على أسئلتي، لهيك ضليت ساكتة وما حكيت. كنت بحاجة أعرفك وتقرب منك وأعرف قرايبينك وماضيكي. كان عندي كتير أسئلة بس أنت ولا مرة قلتي لي شي، ولا حتى كنت تحكي لي شي يا غالية. وبعد ما تركتي المستشفى هيك فجأة دورت عليك كتير وما لقيتك صدقيني، وحاولت أجمع معلومات عنك بس طيب كيف وصلتي لهون؟ قريت الجريدة اليوم الصبح ومن عرفت وشفت الصور، لهيك اجيت لهون. هلا اكيد انت عم تفكري انه كان فيني اقول لك كل هذا الحكي وانت بالسجن وبلا ما انطر لتطلعي. شو الحاجة اني ادفع كفالتك؟ قليلي انا دفعت الكفالة وطالعتك لانه كان بدي ورجيكي بعيونك انه قد ما حكى الانسان عن الحياة لوحده وقد ما صدق هالشي بيبقى بحاجة شخص تاني يكون بيعرفه ويقدر يساعده ويوقف معه بمشاكله. لهيك إن كان بقصة المستشفى ولا العملية تبعك أو طلعتك بكفالة من السجن فأنا بعتذر يا غالية. بصراحة أنا كنت شايفة فيكي حماية كتير منيحة إلي، وما رح أنسى أبداً شو قال لي عمي عنك، قال لي حكي كتير مهم ومفيد. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.